استقبل اليوم السيد مفتي الجمهورية ممثلة لجنة الحريات السيدة بشيرة لوبانا، التي قدمت لسعادته مشروع قانون جديد سيعرض قريبا أمام مجلس نواب الشعب. أشنو يا لالا بشرة؟ أشنو؟ أشنو؟ عملت لنا حفنة جديدة من الحريات، ها؟ حتى هو الشعب راه يستنى في لكمودة حريات. هنجيبوا له حاجة جديدة هكا على مستوى الحريات. أكيد أكيد يا سيد المفتي، صحيح إحنا ما نظهروش ديما كل كي وديما عندها لابدين هكا وريكشين هكا، أما رانا قاعدين نخدموا على رواحنا، راه قاعدين نخدموا مثلا توا نحنا حضرنا حزمة جديدة من الحريات. نعرفك والله نعرف يا أختي بشيرة، والله نعرفك. حريات متعلقة بالمرأة، وإحنا ساعات نعرف نجيبوها بالضبط مع عيد المرأة. نعرفك نعرفك يا للا بشرة، والله ما تطلعي بطلايعك أنتِ، نعرفك راك حلوفة. ايه يلزم طو يلزم شوي حريات، راهو الشعب طويك في حاله، راهو ايس من روسيا ومن المنتخب وايس من الزيادات. يلزم على الاقل تعمل الحواجة هكا بتاع حريات، هذه الخدمه بالحق باش الشعب يلزم يلكلك، اعطوه لك مودة حريه خلي يلكلك على راحته. باه شد السي حسين وباش تصحح. اما علاش باش نصحح؟ علاش باش نصحح يا لالا؟ علاش باش نصحح؟ علاش علاش باش نصحح؟ ترا قولي حتى نشوف ونقرا عليك. هذه مسؤولة قدام ربي، راني مسؤول مش لعبة، راه مفتي محلف، راني محلف. ليه اقريني خلنا نعرف شنو. ما تخافش يا سيد المفتي، هذه حزمة، هذه معناتها حريات جديدة شوية هكا، كعبات حريات لا أكثر لا أقل. مثلا هذا مشروع، هذه باش تصحح عليه إن شاء الله كل كي. مشروع هذه قانون للمثليين. قانون شنو؟ للمثليين. المثليين. وما أدراك ما المثليين؟ أنا نقول لك حاجة، الناس هذاما راهم مظلومين في تونس، وهذه حاجة تأثفني كمفتي في الديار التونسية اللي نلقى ناس مظلومة، راهو عيب راهو هكا. احنا الناس هذاما باش نقول لك معلومة، احنا رانا مسؤولين عليهم قدام ربي وقدام فرنسا وقدام البنك الدولي، الناس هذه لازم نوقفوا معاها. اي نعم، ظلم خلوهم هكاكا وحدهم. صحيح صحيح سي المفتي صحيح. نحن مثلا هذوما تعرف شنو البرنامج في المشروع هذا؟ شنو البرنامج الحريه اللي تخصهم هذا؟ خلينا نجيبوه. احنا نحبوا نصرحوا لهم في الماخذه، معناتها في الزواج، معناتها الراجل وحده وفاهمين الموضوع. فهم فيه. صرحوا لهم ناخذوا لهم كيفاش فاهمين. صرحوا لهم في الماخذه، معناتها اي خلي عرس وش بيه؟ مثلي ما يعرسش يمشوا بني تحليل ويستحسن. عيب هذه طو. ليه نصرحوا لهم في الماخذة، يعني نصرحوا لهم في الزواج، يعني نصرحوا لهم انه الراجل ينجم ياخذ راجل. راجل معناتها ياخذ الراجل؟ ايه. انا راني افهم حاجة، انا راني ماني ضد الحريات هذه، انا ماني ضد الموضوع هذا. اذا الراجل تعطيه هيبته والقيمة متاعه باش ياخذ راجل، اذا الزوجة توافق باش راجلها ياخذ راجل، ولا اذا العائلات متفاهمة مش اشكالية، هذه حريات. احنا رانا ما نقمعوش الحريات. اما نحب نقول لك يا اخت بشيرة، نحب نوضح لك حاجة هاك تشوف يد انسية. تفضل وضح. ايه اسمعيني عاد فهمك النقطة الاخرى. ايه. اذا انسية طويلة ما لقيتش رجال باش تعرف ونزيب له هني الرجال تاخذ الرجال، هذه بتكون اشكالية كبيرة. نجم ندخل في السياق هذا، نوسع باب الحريات مش الشير هذه، نوسعوها تولي حتى المرأة تاخذ المرأة في حدود المساواة، كل شيء في حدود المساواة. أنا راني من ضد زي مش الموضوع هذا، مش ضد يعني بتاتا. والله يا سي المفتي، معناتها بالنسبة لهذا مشروع قانون المساواة، إنه المرأة باش تاخذ المرأة، جايين وراه، جايين وإن شاء الله، نحن هذا مشروع باش نعديوها في 2019. ما تعرف نحن السيستيم نتاعنا راهو السيستيم، كل مرة نزرفوا حاجة. والله أنا الحق نتاع ربي تعجبني حرصك وحبك لهالوطن. وهذا يقول لك والله يتملك خير، وتمنيتك لو كان هكا تلقي راجل، ولا حتى نصيف راجل، ولا حتى امرأة عايشة راجل. إن شاء الله يا سي المفتي عايش. تفضل سي المفتي. بشوية عاد باش نصحح هكاكا، هي لعبة قانون هذا، راه مسؤولين قدام ربي، راني مسؤولين. هذا تو شافه الباجي خايت تبتي، شافه القانون هذا؟ لا كان ما شافوا البيجي وافق عليه، انا راني ما نجيبهولكش لهنا. شاف هكا الراجل ياخذ الراجل؟ اي ملا لا. والله راجل مش في وجه. اي والشيخ راشد شافه؟
ملي ليه؟ الشيخ قالك مادام فما التوافق انا موافق. اقعد ما دام الجماعه موافق نعرف نحط العصا في العجله، هم نعرف اكثر منهم. هاتي شيخ انصح وين؟ تفضل تفضل هنا هنا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سيدي المفتي. هاي عاد امشي لي القانون اللي بعده بتاع الحرية. القانون اللي بعده ها موجود ها موجود عندي. القانون اللي من بعده سيدي المفتي هذايا مشروع قانون نتاع الطهارة. الختان معناها. ايه يعطيك الصحة نتاع الختان. نخمموا واحنا باش نلغيو الختان هذا، نلغيو الطهارة هذي فهمتني. باش تلغوها الطهارة؟ اي. علاش؟ الختان راهو هذايا عامل مشكله كبيره راهي في الطفوله نتاعنا فهمتني. الختان كما تلاحظ سيد المفتي راهو فيه تعذيب كبير للصغيرات نتاعنا. والاكثر من هذا نقول لك حاجه. الاكثر من هذا فما ياسر جمعيات ومنظمات حقوقيه وتقدميه دوليه تتشكى منه. قال مش معقول بلاد رانا عاملين ثوره، بلاد توا متقدمه كما تونس بعد الثوره مازلنا نطهروا اختيجر ما يجيش. اسمعني نعم. انا باش نكون معك صراحه. انا راني في الموقف هذا اللي هاي قدامك مفتي نحكي معاه. ايه نعم والله العظيم التو متأزم من الطهارة. ايه نعم انا وقت اللي طهرت شدوني سته من الناس ولين عايد تصوري التو حاقد عليهم. ايه نعم وهذا تعذيب قالوا هذا يلزم يتعدى. وهذاك عليه سيد المفتي، هذاك عليه نحن نحبوا نجرموا الطهارة. ونقول لك حاجه، يعاقب بالسجن لمده 12 عام. 12 عام حبس للي طهر ولده. طهر ولده هاي. ايه القانون هذا شافت الباشي بالطبيعه. مالي ليه ترى اللي طهر ولده 12 عام بالطبيعه. مالي ليه عجب هاي. مالهم صور ما طهرش ولده. حق ولده ما هو يجي في وقت الغفله ولده مطهر. ايه والحاج شاف الشيخ شافه. الشيخ ما هو قال لك ما دام ثم توافق انا موافق. استنى هاو جاي قانون. قانون شنو هذا؟ القانون الجاي سي المفتي المساواة في الميراث بين المرأة والرجل فهمتني؟ لا هذا ما عطيت به كلمة وتفهمنا فيها. قديم جديد القانون هذا معناتها نعاودوا احنا نقدموه باش نتوقع عليه. يقوى عليكم ربي. تحب تقولي هكا حيرتوه شوي. هكا هو حاجة باهية على الأقل خلي الشعب ينفسنا. هم تلهي بالزيادات وهم تلهي بالواحد، على الأقل خلي تلهي بالقانون هذا وخلي المرأة تاخذ حقها. تماش ما زيد تعودنا فالانتخابات الجاية هذه توقف معانا. بالطبيعة بالطبيعة. تفضل تفضل. صح 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 يا المفتي. إيه شاف الباجي هذا؟ بالطبيعة شافه وموافق عليه. إيه والشيخ موافق؟ موافق. قال لك ما دام فما توافق أنا نافق. يعني أنا موافق. الشيخ موافق. ايه يا سي الشيخ. وي هني الجماعه ده ما نعرف خير من الجماعه. هني الجماعه موافقه كذا اللي مش نقول له صح صح صح. خلنا خدم هكا هو ولا مزيان؟ وه مزيان مزيان. حزمه كبيره يسرع من مزيان. يمشي لعاده قالوا لهم بعد اخواتي يمشي. سيدنا المفتي المشروع هذايا هو قانون نحبوا نلغيو الفاتحه والاذان. شنو؟ نلغيو الفاتحه والاذان. كيفاش؟ ما فهمتكش معناها الفاتحه تلغاه. بصراحه راهو بصراحه شنو نقول لك، حكايه الفاتحه هذه ولات معناتها حاجه دي مودي. نحن كدوله متقدمه عصريه ومتطوره ونحن عاملين ثوره راه في البلاد، مازلنا نقراو في الفاتحه في الزديق في الخطبه في العرس في الميت ما حتى في الكره. تجاه في الكره جربناها شفت قلنا الفاتحه ما نجحتش العمليه ما نجحتش. نحن الفاتحه دي نحبوا نحيوها. نحوها الفاتحه اي ولا زال دوله متقدمه نحن. اي ولا زال شبيه باش نحوها من التلفزه. ما هو نحيناها من التلفزه ولا مازلت نحوها من الراديو. ليه 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 نحن الذين نحبوا معناتها نحيوا من الجوامع.
فهمتني؟ وصلتنا راه مش فحدنا كيكه، نحنا كيكه نحبوا نحيوا الاذان من الجيران. وصلتنا عده تشكيات من منظمات ومن جمعيات حقوقيه وتحرريه وتقدميه من عالم اجمع. مش معقول معناتها حتى يتشكيوا منها، فهمتني؟ معناتها فهمتني؟ وتولي تنجم تصح لنا مالا سي نجم. اي الباجي موافق. بالطبيعه مالا ليه؟ سيدي الباجي موافق. الشيخ كيما العاده قالت مادام فما توافق دونك النافق، مادام فما توافق النافق، مادام فما توافق نوافق. نوافق يعطيك الصحة. صح يا سيدي الشيخ لهنا. لا لا بيبي تصحن عليها. لحظة لحظة سيدي الشيخ. هاي وين؟ لحظة هنا هنا سيدي الشيخ. استنى استنى. غادي غادي. صحح صحح. محسوب مين عاد خير منهم؟ هذا الجماعة قالوا لك اخويا الاذان يقلق. ني مش نقول لها ما قلقش، فما توافق فما توافق. اي انا متوافق. يعطيك الصحه علي. ها هذاك هو مول الكلام. لي مازال بالنسبه للقوانين مازالت موجوده، معناتها مازال عندنا برشا. احنا راهو حضرنا مثلا توا عندنا مشروع بالنسبه لصلاه الجمعه. شبه صلاه الجمعه. صلاه الجمعه نحبوا معناتها ماذا بينا نوخروا فيها. اي ولا لك ما دي ساعتين باهي على الاقل. ليه ما الثلاثه؟ ليه ما الثلاثه؟ عاد بتولي مع العصر. ما الثلاثه ما تجيش مع بعض الظهر وعصر. ما تجيش هاي ما تجيش. ليه يا سيدي مفتي مش كيكه مش مع العصر ولا حتى بس بالنسبه لصلاه الجمعه. صحيح هي باش تبقى اسمها صلاه الجمعه. لكن احنا في نوليو نصليوها نهار السبت. كيفاش؟ نهار السبت. صلاه الجمعه تتعمل نهار السبت؟ اي هي تقعد اسمها كما قلت لك صلاه الجمعه، لكن تتصلى بالسبت. هكا طو هي هكا علاش واضحه العمليه واضحه. نحنا رانا بتبيعتنا كادارات ومؤسسات في تونس وكل كي بتبيعتنا نهار السبت قاعدين ما نخدموش، فهمتني؟ وقعدنا نهار الجمعه كل ما تجي صلاه الجمعه الناس تخرج من اوقات العمل نتاعها، الناس تخرج من الخدمه تخلي الادارات في غادي تحبس. نحنا قلنا تقعد اسمها صلاه الجمعه لكن تصلى نهار السبت. احنا فاضي ما عندنا حتى شيء. علاش انا ما نجتهدوش ونعملوها نهار الاحد ولا ما تجيش نهار الاحد؟ سامحني سامحني، نهار الاحد ما ثم البرنامج هذاك، نهار الاحد ما يهمك في حد. وثم البرنامج هذا الاخر بتاع عبد الرزاق الشابي. اي. هذا البرنامج ما نجموش. نخلها بالسبت. زعما بالسبت الصباح. ما بتعرف قداش عندنا السكرجيه وكذا ومن ساعة يبدو هكا هو كل واحد يخرج. وثم الديسوار ما يلعبوش معاه. أي. احنا ماذا بينا نخلوها نهار السبت الصباح. قال الناس الكل تحضر. اي هذه احسن حل، هذه مصلحه للبلاد كامله. نخدموا نهار الجمعه نخدموا نهار كامل ونهار السبت ما درنا ما نخدموش نصلي. اي وهذا الباجي والغنوش موافقين عليها؟ والله في هذا في هذا سيدنا المبتل حق شو نقول لك الحقيقه اللي صار. اللي صار انه الشيخ راشد الغنوشي موافق. لكن سيد الباجي قاعد السبت معناتها بصراحه مازال مش موافق. هكا غير حس هكا حس غير على الدين وكل، فهمتني؟ مازال معناتها مش شكل غريبه. والله العظيم غريبه. تو الغنوشي ولا اكثر حداثه من الباجي. اما يمكن احتمال الباجي راه ما يحبش المداخيل بتاع الشراب تكز ولا تقل. هذاك علاش؟ انا نحب نقول لك حاجه، راهو الشراب والسكرجيه هم اللي هازين الاقتصاد بتاع البلاد. هذا ما نكرهوش، انا كمفتي نستعرف به. السكرجيه هم اللي هازين الاقتصاد والبلاد. تعرفي حاجه؟ كان مش الخمر والسكرجيه راه اللي لا يخلص صنيع ولا يخلص الائمه ولا الوعاظ. المفتي اللي تري فيها قدامك كان يتقطع الشراب ولا ما عادش نلقى من نخلص. صح سيدي المفتي صح. لا 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 ما صح على ما يشاور الباشا. قوانين كيما هكا خويا تركها لي الربطه تصيري في حل وربط. انا راني ما نصحح، ما هو قلت لك عاد ما نقدوش نهز ورد زرد. تو نشوف الباجي ونعمل مقابله. انا صححت على كم شرطه حريات يا اخي. تحب كل فرد ضربه بتجيب في راسي انا بشوي واحده واحده. فهمتك. تحب الحريات ضربه 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 الحريات. معنا مباشره سمعوني معنا مباشره السيد مفتي الديار التونسيه اللي صادق معناتها على جمله من القرارات مع الاخت بشيره لوبانه. السيد مفتي الديار التونسيه لحظه ذاك ميكرو يا سيد مفتي. سيد مفتي الديار التونسيه لو تبشرنا بالقرارات المصيريه اللي صدقت عليها معناتها حاليا. والله احنا نسمو قدمنا تو بتونس اشواط كبيره فيما يخص الحريات اللي عملتها اختي بشيره. احنا راهو مجمل الحريات اللي عملناها اللذان مش تنحى، الفاتحه مش نحاها،
ثم مزيد من الحرية للمثليين، ثم مزيد الحرية من المرأة، ثم مساواة المرأة، ثم برشا حاجات امتيازات هذه باش تخدم الشعب التونسي وتخليه يتنفذ شوي حرية. هذه معناتها هذه القرارات المصيرية نتاعنا. نعم اثنين نخدم عليها الحريات هذه. سيد المفتي ثماش قرارات مصيرية معناتها هكا ولا فتوى على ارتفاع الأسعار اللي قاعد يصير في البلاد، الدينار الطايح. يا ودي مانيش وزير اقتصاد، ايش دخلني توني انتشار الفساد. يا ودي أنا مفتي الديار التونسية، راني مفتي راني. أعطينا أعطينا سيد القرار ولا أعطينا حتى فتوى. مانيش هي ما ثماش فتوى. فتوى على الفساد في البلاد على الدينار الطايح. فتوى شنو نعطيها لك؟ أنا مفتي، أنا مسؤول قدام ربي على الحريات، دخلني في الاقتصاد، شوفوا دي الاقتصاد، ها معك مشرع احكي معاه، فاهميه هذا خي طلع تو جايبين الوحش يا غير تنرفز روحك. يلا عديم شوفها معاه يا حكاية هذه يا طلع أختنا بشرى لو جاوبنا على 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 ارتفاع الأسعار والشيء اللي قاعد والدينار الطايح. والناس تتشكى معناتها. نسمع فيكم انتوما راهو تصادف الماء العكر هذا الاعلام هذانا اني التفاهات اللي ما نحكيش فيها. الامور الفارغه هذه التفاهات نتاعكم. احنا سمعت كمستشار. احنا عاملين دوره نكلموا على الحريه. عامله قوانين جديده وكذا. فماش قانون هكا على الشعب. لا ما عنديش حتى قانون، ما عندي حتى قانون. يا اخت بشرى. السلام عليكم. السلام عليكم. اخبارك؟ عايش. سي كريم الغربي. احنا برنامج حصه اجتماعي. عسلامة. عسلامة. برنامجنا اسمه الحبيب عبيد، نجيوك حاضر باب الدار. مرحبا مرحبا تفضل. نجموا نفضلوا الداخل كيما تحبوا. مرحبا بك. مرحبا بك. عسلامة. عسلامة مدام. عسلامة ومرحبا بكم في برنامجكم الحبيب على الباب. كالعادة والعويد معنا الأستاذ المحامي طارق ريابي، ومعنا ضيفة الشرف ملكة، ومعنا تويكا سي كريم بن شادلي الغربي. هكا ولا؟ هاي كريم الغربي بن شادلي الغربي. اه باه. فنان شعبي. فنان شعبي. متزوج مدام نورة. هكا ولا؟ يسرى. يسرى. اوكي معناها انت مقيده مدام نوره وعيطولك يسرى. نتشرفوا بك مدام يسرى. مرحبا. احنا جبنا لك الضيفه اليوم اللي هي عندها قديش وهي تفركس عليك. جبنا لك بنتك ملكة. بنتي. ومعاها ابوها اللي ربيها. بنتي. اي. شو بنتي؟ بنتك ملكة. ملكة بنت اخته، عنده اخت اسمها هادي، عنده بنتها اسمها ملكة. لا بنته. بنتي هذيا بنته. اي عمرها 14 سنه. نجمو نشوفوها؟ شنو بنتي هذيا؟ هذيا بنت القناه الجمعيه الابناء المفقودين، وهي تفركس عليك عندها 14 سنه، وامها قالت اللي بوها انت حسب التحريات ومعنا الاستاذ تاعي يوريك المستندات الكل اثبت لي انت بوها. انت كريم رشيد الغربي وامك مدام جميله. مدام جميله ومتزوج عندك 4 سنوات من مدام نوره. حسب التحريات الكل اللي عملتهم الجمعيه ثبت لي انت بوها. تو باش تجي وطالبه تحليل الادين ومعناتها باش طالبه لي انت باش تعرف بها. من دون العباد الكل باش نجيوك. لا اختي ما عنديش. انا الاستاذ تاعي يفسر الكل. سيدي بنتي هذه ما عندها تواد. بنتي ما عنديش بنات. خلينا ما وليت نور عشان. ما عنديش بنات. سيدي علي بيه. يجيو الناس واحنا نجيو. ايه منيح شو محامي شوفوا نحن هو المحامي. سامحني كيفاش الواحد يدق الباب يقولوا عندك بنايه محامي. انا عندي 14 سنه. انا محامي. تكس علي عندي 14 سنه. يقولوا عندك بنايه؟ ما تجيش. ما يجيش هكا الناس تتفرج فينا كيفاش؟ لا مش لا سامحني خلينا نكلمك. اسمعني احنا البرنامج هذا نعملوا به صلح. إيه؟ احنا لا باش نعديو فيه تمام زي ما عدنا. الصلح تجي مش هكا. فما تقارير يجيونا للبرنامج. المدام هذه قالت احنا مع انه فنان معروف كل شيء وانت ضربيك امراه طيبه كل شيء نلموا الحكايه ما سمعنا حد. كان كل شيء شوي وقت الحكايه وخلنا نحكيو ونحكيو نسكر الباب تو نحكيو نحكيو نورمال ما نعديوش. ما نعديوش. ما نعديوش. ما عندنا لقطات مدام تقراها بشوي بشوي. قصه كي ونحكيو ونعرفوا الحكايه ومش حكايه. سلام خويا يلزمني ما تعبت ويلزمني ما كما قريت ويلزمني ما لبست ويلزمني ما قريت. هاي البنيه خويا انا من هاي البنيه بنت ما حدش شيء.
تعمل لي لقبك هو خويا ما تجيش تركب لي هذه بريه من مخي بسيطه ولا تعمل لي الفضايح الراجلي ما يجيش هكا كيفاه هكا علاه وقف هكا هكا يجيش هكا سيري يعني بيه ايش هكا تجي ما تسأل تجي ما تجيبش التلفزة طفحنا بنتك يا اخوي اعطيني اللقب ما حاسس ايش هو يا بيجيش الواجب بنتك يا والمحامي تو يحكي لك يا ولدي انا محامي جينا ندق الباب ونحكي لك شفت عشقك بس التلفزة ما تجيش وزيد خليك تبلع ليه تبلع ليه هذا يا مريم ها تو تقول لك هايك تو تقول لك نحكي ونفهموا بعضنا كيفاه مش ندوخ انا طالبه يا مدام يا مدام سامحني يا مدام سامحني لا يا بنت هاي يا بنت حرام عليك انا بنتي نحكي وكل قانون ما تستاهلش عليا بشويه وبالتحاليل مش هكا تفحونا التلفزه وما التلفزه خويا فهمها خويا خويا فهم اسمعني يا قاعد مدام صدقني وليت نار عشان الدور مش عايش خويا عايش خويا عايش خويا عايش ببرنامج وباش نعديه وباش نفنن وحصه مش هكا اختي ما يجيش هكا تجينا من الباب تقول فنان وحده كاتجي يا سلي يعني بيه ما يجيش تعرف بالبنيه ما يجيش تعرف بالبنيه البنيه يا ولدي انتبه باش يا ولدي ايش هذا هو ما يعرفش مش هذا العشاء شو تحب نفسك يا ولدي برنامج وندور وفنان هكا ما كانش عديو في التلفزه هكا انا قلت لك حصه اجتماعيه في عود العبيد معناتها انت جيتي هي جيت للحصه هو الراجل جايب حصه لا لا ليه جبت شكونك هاي الجمعيه هاي شو هذا خويا تو انا كان فنان مش عامل حكايه استعرفني واحد مش عامل حكايه من حيدك تجيب لي بنيه لو فما احنا فما قانون والقانون 17280 مكرر يقول راهو نقوموا بالاجراءات الكل كان السيد معروف وتبارك الله ربي عليك ايش يا كريم يا كريم انت هو السبب انا كيف سيبني خلي سيبني سيبني نعم كيف كل فريق الكل واللي بيني داي حصل كشر ولان يا اخوي مرحبا بك شوف مرحبا بكم انا اخوي سامحني تو خرجتوني شويه على عادتي معناها على تربيتي معناها الموضوع هذا يخرج بشر مسينته معناها احنا نعرفوك شنو تو جا عندي بنيه عندها 14 سنين تفركس عليه معناها شو معناها فهمتيش هذي عنديش حتى طفلة يا ولدي باش جبتوها لي طفلة هذي شكون هذي شكون المرأة هذي يا ولدي ما نعرف حتى مدام يا عايش خويا ما نعرف حتى مدامتك انا مدامتك مش خل نفهمك المدام هذي جات للبرنامج يدير برنامج اخويا اخويا مرحبا بكم برنامج اخويا مرحبا بكم شو الحكايه هذه؟ احنا عندنا دير اخويا انت مشهور ومعروف ايه اخويا مشهور ومعروف جيبوا لي حكايه كيما كي هذه نعتبروا انا نعتبروا هذا واحد متسلط عليا ولا عم يعمل حكايه ولا مراه متسلط عليا ولا شكون هذا؟ ما نعملوا حاجه كان بالقانون نجم تهرب وقت حقك انت اذا كان عطيت زاد باش تحكي لي تحاليل واحد زاد عطيت يا انا قانون اخويا انا قانون هلا 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 هل
ليه تعرفني شكون امك؟ لا 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 امك منين يا ابني منين امك؟ انا نعرفها من اعرف حتى واحده يا بنتي برا شوف بوك منين امك؟ ما تعرفهاش هي مدام شيكي. انت متاكد اللي هي ماهيش بنتك؟ علاش رافض التحليل؟ اما قص شو علاش رافض التحليل؟ ماهيش بنتي ما نعرفهاش. اعمل التحليل واثبت. ما عنديش ما نعرفها ماهيش بنتي ما نعرفهاش. اثبت انت ما نعرفهاش. اثبت ما نعملش تحليل. انت شو نعمل تحليل؟ معناها انت متشكك؟ لا مش متشكك متاكد. انا انت متاكد تعمل تحليل؟ لا لا سامحني ما نعملش تحليل ومتاكد. مرحبا بيك انت مدام ومتى ما تنسيش تغير هذه بالحق خاطر انا راني نعرف روحي شنيا. انا نعرف روحي شنيا عايش اختي. كي تعرف روحك شنيا متاكد من روحك نعملوا التحليل باش نحيي كل شيء. لا اختي ما نعملش تحليل. انت ما عندك شيء برا امشي معاه. برا امشي معاه مزيش يزيش. مشيش انا اخوي ما مشيش. ايه ما عندك شيء برا يودي قص خل نحكي مع راجلي قص. مطرب فنان شعبي محبوب برشا برشا في جبال جلود انا تونس الكل. حبينا عنده محبين في الجنوبيه حابين يتعدى لهم سنه في رمضان يسلم عليهم. الدم يمكن ولا التونسيون ننعش بكل جاب ربي ما غلطش في العدل. فما تعويض طبعا عندنا طبيب وعندنا ان شاء الله. رمضان مبروك عليكم وعلى امه محمد داخل وخارج الوطن وان شاء الله كل عام والجنوبية حي بخير. يا ليل يا ليل يا ليل محلى اسمك ياما محلى اسمك ياما محلى وليرو عين النوم ياما إلا بحكاياتك كيف هزتني لمواج لمواج كيف هزتني لمواج مشتاق لك يما مشتاق لك يما لدعواتك في صلاتك يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي